السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوالكم، فكما عودتكم دائما الجديد ثم الجديد. فكما كتشوفوا معايا معنا ملابس عصرية وأنيقة وحديثة ومتنوعة وكتستحق المشاهدة منكم. فكما كتشوفوا معايا كذلك هذه اللبسة اللي هي غزالة ما شاء الله، شوفوا معايا صالة ولوينات، كاين هنا واحد التناسق ديال الألوان اللي هو رائع جدا. فمن هذا الفيديو هذا كنتعلموا كيفاش مفصلة لا شوميز وكذلك البنطلون، كيفاش ننسق الألوان كذلك. ومعنا هاد اللبسة هادي اللي كتجي بالتشين، كي جات غزالة، شوفوا معايا الخياطة ديالها كذلك كيفاش جات. فكنتمنى لا فيديو يعجبكم، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب. هنايا كيبقى نفس الموديل اللي شفناه من قبل، فقط الاختلاف في اللون. معنا في هذا الفيديو هنايا معنا ملابس عصرية أنيقة، بالنسبة للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. ومشوا هاد اللبسة هادي كذلك اللي كتجي مريحة في اللبسة ديالها، شوفوا معايا كذلك الخياطة ديالها كيفاش مخدومة. فلا فيديو هنا كيقربكم اللبسة كيفاش ملبوسة كيفاش كذلك مخدومة. هنايا كيبقى نفس الموديل اللي شفنا من قبل، فقط الاختلاف في اللون. هنا كذلك كيبقى نفس الموديل اللي شفناه من قبل، فقط الاختلاف في اللون. كملوا لا فيديو باش تعرفوا على احدث الموديلات اللي كاينه بالنسبه للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات بالنسبه للباس التركي. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. فهنا في الفيديو هنايا فيه لباس عصري وانيق وكيستحق المشاهده منكم.